الأسنان. كتابعوا معنا مشاهدينا الكرام لحظة الإعلان عن الفائز برئاسة مجلس جماعة دار بوعزة. هذا الأثناء كتشوفوا الاحتفالات طرف الساكنة. كيف تابعتوا معنا الانتخاب النتيجة النهائية ديال انتخاب رئيس جماعة دار بوعزة، أسفرت عن فوز هشام غفير عن حزب الأصالة والمعاصرة. Oh!
حليمة حليمة كيف كتشوفوا تحت حيق الساق 8 ديال عناصر الدرك الملكي وعناصر القوات المساعدة كيتم إبعاد شيء ما المرشح اللي فاز بانتخابات ديال رئاسة جماعة دار أبو عزة في هذا الأثناء، خصوصا وأن عدد من المواطنين اجتمعوا حوله شيء يخلق واحد الحالة ديال الاحتضان. وي خليه يطلع اجي بعد اجي من هنا اجي إذن هذه هي الأجواء بعد إعلان النتائج فوز هشام غفير عن حزب الأصالة والمعاصرة في رئاسة جماعة دار أبو عزة ضواحي مدينة الدار البيضاء. هشام غفير عن حزب الأصالة والمعاصرة يفوز برئاسة مجلس جماعة دار أبو عزة. كيف شفتوا الاستقبال الحماسي لقاه من طرف الساكنة بعد الفوز ديالو في الانتخابات ديال جماعة دار أبو عزة ضواحي مدينة الدار البيضاء. جلنا من امام مقهى جماعه دار أبو عزة، ناتي لنهايه هذا المباشر بعد الاعلان على الفوز ديال هشام غفير عن حزب الاصاله والمعاصره في رئاسه الجماعه. هذه الرئاسه اللي غادي تمتد لحوالي 5 سنوات، نتمنوا بان تكون عندها قيمه مضافه، يكون الجديد في هذه الجماعه اللي الساكنه ديالهم متعطشين لما هو افضل. شكرا على تتبعكم هذا المباشر، كان معكم كريم العلوي موفد قناة شوف تي في إلى مقر الجماعة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.